تأثر على سعر الذهب عالميا بالارتفاع او ليه سعر الذهب في اسواق قريبه مننا؟ يعني لو عايز اشتري جنيه ذهب من مطار سين او مطار صاد بره بجيبه ارخص من السعر اللي عندنا. عشان احنا هنا عندنا عامل اخر بيتحكم في سعر الذهب وهو العرض والطلب. ايوه يا فندم، ما هو معلش هو تاني سعر. هو في سعر ذهب عالمي انا ما لا ما هو طبقا ما هو التاني هو بيقيم طبقا لسعر المحلي العالمي للأنصة سعرها كام. بس لو حضرتك هتخش اي دوله مش هتلاقي كل الدول عندها نفس سعر الذهب واحد، هتلاقي صحيح دول مختلفه طبقا العرض والطلب. احنا عندنا هنا احنا اغلى العرض والطلب. استاذ عمرو احنا اعلى منهم ليه؟ يعني انا ممكن اشتري الأنصة من بره ارخص من هنا ليه؟ عشان احنا هنا عندنا، ما انا بقول لحضرتك هنا عندنا سعر الذهب مرتفع، عشان زي العربيات كده حضرتك سعر العربيه هنا في حاجه وبره حاجه تانية ارخص. ليه؟ لان احنا عندنا هنا في عوامل اخرى متحكمه في الاسعار. احنا هنا بالنسبه للذهب لما يكون سلعه عندي زي سلعه الذهب الطلب فيها كبير جدا، العرض قليل، طيب ده بيؤدي طيب لما تكون الأنصة